هذا البرنامج يقدم لكم من طرف لو ماتر كوزيني. لو ماتر كوزيني يعطي الذوق لأطباقكم. السلام عليكم، كي راكم دايرين؟ صح فطوركم؟ كي راكم خوتي؟ صافا لاباس؟ غير دير كيف هذا الضرب بصبعه؟ هذا الضرب بصبعه. سي محمد، هذا شهر رمضان، شهر التوبه والغفران. ما نخش ندابزوا ولا نصاحوا بين الناس. سما الا تشوف واحد متخاصم مع صاحبه، لا تما ما نبغيش تقني. من تشوف واحد متخاصم مع صاحبه، الا قد تخليهم يتصالحوا ما بيناتهم. كي راك كيما انا، شوف انا هيبوكريت ديريكت كيما انا فري ناس ملاح. شوف، غادي نطلب منك سماح قدامهم. علاش هاد السماح في ميزك؟ علاش؟ اسمح لي تا خويا على جلشاه اللي ضربتك دروك، وانا اسمح لي مكسمح اسمح لي باسكو هاد الحلقه غادي فري نربحك بسكور. هذا وكان خوتي على بالي توحشتونا كيما حنا توحشناكم بزاف، وموتوا عليكم نتوما تاني تبغونا بزاف وتوحشتونا. واليوم جبنا لكم حلقه شباب بزاف، قول لهم ماذا بك الحلقه تاع اليوم. جبنا لكم الصيف بلا ما يجي، اليوم غادي نروحوا البحور المحيطات الحوت، اليوم لي زوسيون صايب حواته نهاركم خوتي. ولكن قبل ما نبدو صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلا ما نطولوا خفيف ضريف خفيف ضريف لعبوا خفيف. المتوسط تاع عمق المحيطات هو 3.6 كيلومتر، والموجات تاع الشمس يلحقوا ماكسيموم 100 متر تحت البحر وتحت المحيطات. سمعتها ما تكون تغوص تحت 100 متر كحال في كحال، تشوف والو، تشوف نقطه كحلك، تشوف كل شيء كحل. والمحيطات هي 70% الكره الارضيه. كان واحد النوع تاع الحوت يسموه شيبس هيد او راس الخروف، وش هي الميزه اللي تميز هذا الحوت؟ عنده سنين تاع انسان. كاع البحوثات تاع العلماء على المحيطات الحوت، كاع اللي نديرو، كاع الصوالح اللي نعرفوهم اللي زدنا ومن اللي كان تاريخ لدروك، هما بحوثات داروا على 5% من المحيطات تاع العالم. سما تخيل شحال ما نعرفوش صوالح على المحيطات. 95% على البحور والمحيطات تاع العالم تاعنا ما نعرفوا عليها والو. سما بالك كاع كاين انواع واحد اخرى تاع حوت، انواع واحد اخرى تاع صوالح تحت الماء اللي احنا ما نعرفوهمش كاع. الا تعرف بلي الجبل قاع الطويل ماشي قاع العالي، قاع الطويل في العالم جاي تحت البحر، وتنجم تلقى هذه السلسله تاع الجبل في كاع انحاء العالم. سما شغل مدور بالعالم. علاش؟ باسكو فيه ما بين 60,000 حتى 80,000 كيلومتر، بما يعادل تقريبا زوج دورات على العالم. الله يبارك. في الدريف تاعي ثالثه، انا نموت على صوالح تاع الدراهم وكاع ودي كاع كاع ميم لي متفرجوا فينا. واحد لا، بالكثريات اللي كاين الذهب تحت البحار والمحيطات، قد ما احنا كاع نولوا اغنياء. كاين 20 مليون طن تاع ذهب تحت البحار والمحيطات، وكل نقسموها على كاع سكان العالم، على الاقل كل انسان يدي 9 ارطال تاع ذهب. الا تعرف باللي 70% من الهواء اللي نتنهدوه يجي من البحر. علاش؟ يجي من لي زالغ ولا الحشيش اللي يجي تحت البحر، و30% اللي بقات جايه من الغابات تاع الامازون وتاع الروس وكاع. بارك الله فيك، مكاش مشكل. دروك خوتي كملنا مع خفيف دريف، راكم شفتوا ليه ليه حاجات خفاف هكا تعرفوهم. ودروك نبدو البوانتاج واللي هو تاع تسقسيني وسقسيك. تسقسيني ابدا انت، ماذا بيك عباب لي كيستيون تاعك غير شكيل باش ولا معليش. انا غادي تعجبني كي تهضر هكا. انا غادي نربح، غادي نربح. تعجبني كي تهضر، راني كونفيون بروحي باسكو راني جايب صوالح شابين بزاف. مكاش مشكل. صاي، شنو هو الحيوان اللي عنده اعلى صوت على وجه الارض كومبلي؟ باين بلي بحري وباين بلي الحوت الازرق. الحوت الازرق حبيبي يسلمك. الحوت الازرق من كثريه النداء تاعه قوي يوصل 188 ديسيبل. عباك شحال 188 ديسيبل؟ بمعنى اخر يوصل الصوت تاعه كي زقي 160 كيلومتر على ربعه، هاك 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 وهاك. على بها دي فوا تلقى الناس مكاميرين الصوت تاعه يخوف هاكا في وسط البحر باسكو يلحق. اليونسكو تقول باللي في وقتنا هذا الحالي كاين فايت 3 ملايين بابور غارق في اعماق البحار والمحيطات، ومام قدروا تقريبا النسبه تاع الكنوز او القيمه تاعها اللي راها غارقه في البحر.
في ميزك شعال قدر بكم بالأورو؟ 50 مليار أورو. 50 مليار نيشان. 50 مليار طحت فيها مش عارف كيش. طيب حبدك حبيبي تعرفها؟ بس كوني ديرها سبحان الله. شو أنا ديت لك الفواغ اسمع لي حبيبي. سؤال تاعي الزوج سيل ميلود بارك الله فيك. ما كاش قاع مشكل. أنا ناس ملاح فري أرتيست وفري نعرف بزاف صوالح. أسكو تعرف؟ ما نعرفش. أسكو تعرف البلاد اللي غرقت تحت الماء؟ البلاد اللي غرقت تحت الماء. حك قاع وجهة لابوي قاع. لا. تما قاعد الوقت تقولي لا. درت روشيرش ما غير. صح. كانت كاين واحد البلاد سموها كيريتابي اللي غرقت تحت الماء. والحكومة كي شافت البلاد بدات تهود تحت الماء، شا دارت؟ حركت بالخوف، راحت لجزر الفيجي وشرات أراضي ومنازل للشعب تاعها باش يروح يعيش تماك. سي بون حبيبي، هذه هي. سي بون؟ سي بون. كاين واحد الحوت سموه سيكلوطون، هذا الحوت هو حيوان الأكثر وجودا على سطح الأرض، كاين بزاف. السؤال هو شحال كاين؟ باين سؤال باللي شحال كاين. باين. نقول لك شحال كاين؟ شحال. نقعد نستعمل تليفون نعيط بالخوف؟ لا ما عندكش جوكر. لا بندير أبل. أبل إرجل الدار. لا محال. دار مش حقيقي. ما شكيتش. كاين منها واحد جوج ملايين هكا ولا 3 ملايين. جوج ملايين ولا 3 ملايين. إيه نزعق معاك. أما أنت تمريت. كاين منها 10 ملايين. أسمعني، هذا الحوت هو أكثر كائن حي كائن فوق الأرض. ديجا غير حنا، غير حنا 7 ملايير. فهمتك. كاين 35 مليار. 35 مليار. اللي سلام. كاين 100 مليار. أي صاي كاونتر. 100 مليار. 100 مليار. 100 مليار. كاين مليون مليار حوتة من هذا النوع في البحر. وهو أكثر حيوان ولا أكثر كائن حي وجوداً على سطح الأرض. ما يكون يخرج ويقول لك باللي هذا شغل مينيموم باسكو كاع هكا والعلماء ما قدوش يحدوا العدد الصحيح تاع هذا النوع تاع الحوت. يكون هكا يكون حدو قماش. الفيديو هي الفيديو تاع لي بلاك الغامله. سي بون. انا سؤالي الثالث. السؤال تاعك الثالث اللي غادي فريمون نعرفه وغادي فريمون دي بوين. سؤال تاعي سي الميلود اودي سقسي مين درنا نفس السؤال تاع شحال كاين الذهب وكاع. غادي ندير لك سؤال بدل شويه ولا مغاير. لا نشوفك غير الى تعقل. نعقل الى نعقل. شحال كاين ذهب في المحيطات؟ هذا مكان قلتها لك ساعة. هذا مكان. علاش خوتي قلت لها السؤال؟ باسكو درنا سؤال واحد تاع الكنوز وتاع 50 مليار يورو اللي كاينه تحت الماء. راك تقول لي باللي حنا انا ندير لي فيديو باش نعلموا الناس الوغ كو ميم حنا وننسوا واش انا نقولوا. خوتي لنسينا رانا معذورين باسكو راه 8 تاع الصباح وانا نكاميرو من البارح. الا نسيت انت حبيبي ماشي الا نسينا ما تدخلنيش معاك كاع. 10 ملايين طن. انا نسيت. ويقول لي غير تنسي. لا لا كاين 20 مليون طن. 20 مليون طن. 20 مليون طن. وكراتوس عطيتها لك دروك وما ديتهاش سي ميلود. سيق هذا ما غاديش نعلمك عفسه جديده ولكن بحر المحيطات مالح. سؤال هو بسيط جدا. لو كان تلم كاع الملح تاع البحر شحال يخرج لك الميزان تاعه؟ نورمالمون غطي لك كاع كره ارضيه. نقول لك 50 مليون طن. 50 مليون طن تاع ملح. 50 مليون طن ضربها في مليار. كاين 49 مليون مليار طن. ملح على راسه. ملح على راسه غير هو. ومن بعد غادي نقول لكم مين جا باسكو سي فري الملح مين جا. مين جا دروك غادي نروحوا للمرحله تاع التصاوير واللي هي سموها مرحله تاع وريتشو. سي ميلود تقول لي وريتشو. وريتشو. السلام عليكم. شتو هذا؟ هذا كروفيت روح باور. لا ماشي كروفيت هذا قراشو. كاين حاجه كاين حاجه ميزاتها هذا ترونسبارون الاعضاء تاعه يبانوا. لا مانيش عارف. ماكش عارف. قول لي مانيش عارف. مانيش عارف. هذا سموه زوبلانكتون هو من العوالق البحريه. وهذا اصغر نوع من الحيوانات البحريه في البحر. ده هو الصغير كاع قد هاك. ولكن هذا النوع في الليل يطلع للسطح ياكل وفي النهار يهود يرقد. معاكس الليل بالنهار كيما احنا تقريبا. كيما احنا شو احنا دايرينها باش نخدموا. هذه هو غير باش يعمر كرشه ويعاود يرقد. هذا اسكو فري ولا فو؟ هذه البلاصه هي اعمق نقطه في البحر. فري فري فري. علاه كالا فري باسكو فيها 11 كيلومتر تحت الماء. بارك الله فيك عطيني دو بوان تاعي. سي الميلود وريتشو تاعي الزوجة اسكو تعرف هكا بارازار هالبنادم ولا شادر ولا هذا السيد بون حاجة الأولى راه فيه واحد العفسة خضراء وهذا سومارة. أيوا هو تحت الماء. هو أكثر واحد قعد تحت الماء في سومارة. فو فو صح. هذا ديجا هذا السيد شايع بلا هاد اللقطة شايع. وأنا عارفها. هذا حبيبي كون نقول لك اسمه تعرفه تسمع بجيمس كاميرون. هذا مخرج سينمائي امريكي. جيمس كاميرون شو شبه البحر؟ مخرج بزاف فيلمات يبغي البحر. وهنا هود الاعمق نقطه في المحيط كومبلي.
وصل كاع للقاع تاع خندق ماريانا في 11 كيلومتر. قعد 8 سوايع وهو غي هاود استكشف كاع المحيط. تخيل 8 سوايع وانت هاود في الظلمه وتشوف في كاع الانواع تاع الحوت يدور عليك. وهذا المشروع داروه معاه ناسيونال جيوغرافي، وهذه البلاصه قبله كاع في التاريخ هودوا لها غير زوج تاع الناس، هو الثالث. وبيان سور هذه الغواصه خدموها سبيسيالمون لهذا المشروع، ماشي قال جابوها على واحد ولا، خدموها باش قدت تشد الضغط تاع 11 كيلومتر تحت الماء وعاود طلعت ومن تما داوها ودسوها. هي سي فري هذه اللقطه ما كنتش نعرفها، ولكن راك تعرف بلي السؤال تاعي تاع دروك غادي كاين بزاف ناس يقولوا لي بلي انت شويه بيزار، انت ماشي عادي. هاد الحوته ماشي خصيصا هاد الحوته، ولكن الحوت كاع اون جينيرال. السؤال هو غير تقول لي واه ولا لا، الحوت اسكو ينجم يغرق؟ واه تما بالنسبه لك الحوت يغرق؟ لا لا، انت قلت لي حوت يغرق، حسبت قلت لي يسرس. تما الحوت ما يغرقش. تما الحوت ما يغرقش. يغرق حوت يغرق؟ لا. اسيدي معليش غادي نعدلك لو بوين، الحوت ينجم يغرق بلا سياح. ارجوكم بلا سياح، قارعوا خلوني نفهمكم كيف الحوت يغرق. ميلو تشارك شكل علينا، الحوت عايش في الماء ويتنهد الماء، هي ما يتنهدش الماء، هي يدخل الماء في فمه باش يقلع منه الاكسجين باش يعاود يخرجه منا من هاد الفتحات اللي عنده هنا عند ودنيه. بون هو ما عندهش ودنيه بصح احنا نقولوا بلي عنده ودنيه هنا. دونك الحوت يسحق الاكسجين اللي جاي في الماء ويعاود يخرج الماء بلا اكسجين. بصح لو كان الحوت ديره في بلاصه اللي فيها الماء ولكن فقيره من الاكسجين ولا منعدمه من الاكسجين غادي يختنق ويموت. ولا بروف بلا كاع سييتوها ملي كنتو صغار، سييتو تصيدوا الحوت ودرتوه في قرعه ملي كنتو في البحر وبلحتوا القرعه، هذيك الغلطه الكبيره. كي تبلعوا القرعه غادي الماء اللي يكون داخل القرعه كاع يكمل منها الاكسجين باسكو كاع الحوت غادي يتنهده، ومن بعد كي تولوا غادي تلقوا بلي الحوت مات ماكريكو راه في الماء، على خاطرش الماء كمل من الاكسجين. وهنا نقولوا بلي الحوت غرق، دونك الحوت ينجم يغرق. بارك الله فيك حبيبي، وما غاديش ندي لي دو بوين باسكو انا ما نديش دو بوين غير هاك. سقسيتك وجبتني نيشان ندير حاجه شاباني نتقاس من دو ان بوين. اي دو ان في الميلو انا هنا. هاد السمكه هادي، السمكه هادي واه البري تاعها شحال؟ ايوا ايه هادي، هادي السمكه شحال دير؟ دير 15,000 دولار. اي بارك 15,000 دولار، هذا ما تعطيها مسكينه، هذا مكان هاد الحويته هادي ما تعطيها. شحال غاليه على 15,000 دولار؟ شحال قول لي؟ بزاف غاليه بزاف عليها. علمني بها، رانا هنا باش نتعلم. هادي دير 450,000 دولار. هاد الحوته سموها بلاتينيوم اروانا، وهي اغلى سمكه في كاع المحيطات باسكو فيها فيتامينات بزاف. وعلى الجمال تاعها الحاجه كاع المهمه علاش غاليه، اندر الاسماك تحت البحر هادي هي اللي كاع مكاش بزاف. استيقاظة دروك غادي نعطيك وريتشو تاعي التالية. بون دروك غادي تقول لي تاني فري ولا فو، هالخطرة بلا تعليل باش ما نقعدوش الاخر وياع، هالخطرة تقول لي ياه هي لا صاي ديريكت. هاد الحوتة ما تموتش، كاينة منها ولا ما كاش منها؟ افي افي كاش منها، كاش منها. خليني نقول لك بلي هاد الحوتة لو كان انت ما تقتلهاش تحكمها وتبزطها باسكو سينو نقول تقسمها بين زوج ما تموتش افي. علاش؟ على خاطرش هاد الحوتة عندها واحد الميزة اللي تخليها تعاود ترجع الوقت، شغل ماشي تعاود ترجع الوقت زعما الوقت اللي عايشه فيه، تعاود تصغر روحها كيما حنا رانا نكبروا، هي تنجم تكبر وتعاود ترجع ثم تعكس الخلايا تاعها تنجم تعاود تصغر. لو كان حتى احد ما يصيدها ولا يخرجها من الماء ولا يقتلها ولا يمنعها باش تاكل تقعد عايشه ملايين وملايين السنين. الله. ودروك الاطباء راهم يدرسوا فيها باش يسيو يعرفوا كيفاش تدير باش بالك ينقلوها للانسان. كاش منها. ماكريكو ما ينجموش. بارك الله فيك، هذه معلومه شابه كاع اللي درتها اليوم. الله يحفظك ونزيدك، هذه فيها من 4 حتى 5 ملم، ثم دايره غير هكا صغيره غير صغيره. دروك وصلنا للبارتي اللي كاع الناس كاع الناس راهي تقارع عليها، هذه لا فينال، هذه هي لا فينال. ماكريكو خسرت بصح لو كان نعرف اش غادي تقول لي وانت ما تعرفش غادي نقول لك نقاليزي وبالك نربح. محال قال محال مزك شو بعيد، محال مزك شو بعيد. بصح معليش لو كان تعرف سؤالي انا ما نعرف سؤالك بصحتك. لا انا ماشي نطلبها هنا، لا انا اعطيتها انا باين نديرها. يا صاحبي نحمو الزوج صاحبي ما تندمش بعدها باقي كوني مبعرك في السكور. بصح لو كان تجاوبني وما نجاوبكش صحتك كاع الحلقه تاع اليوم صحتك. هكا بسم الله سير ميلود، انا كون مانيش سيرو بالتيقن من روحي اسكو ندير هكا نغامر بكاع الماتش انا؟ قرات ونقرات. شا هي ابعد نقطة على السطح المحيط بالنسبة للانسان اللي راه في الارض؟ زعما بلاصة قال بعيدة على الارض تعرفها؟ ما تعرفهاش. ما نعرفهاش. ما تعرفهاش. تقبل الخسارة حبيبي نورمال نورمال. هذه النقطة اسمها نيمو وجاية في جنوب المحيط الهادي، وهي ابعد نقطة على الانسان
في المحيط. يقول لك العلماء هاد النقطه من كثريات اللي بعيده علينا، الانسان كيكون في الفضاء قريبه عليه هاك بارابور اللي حنا قريبه علينا هاك، ما تعرفش على البعيده هاد النقطه. وهذا هو سؤالي، تا ما تامنش عقلك ما امنتوش عقلكم خوتي زعما. ولكن انا باقي لي سؤال ثاني. تفضل علمنا 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 حاجه جديده. سؤال بسيط جدا، البحر مين جا؟ كان كاين واحد الوقت وين الارض كانت بلا بحر، كيفاش دار باش جا؟ على باليش ما بالكش. لك تعرف باللي بكري بكري صافي مليارات السنين مين كانت الكره الارضيه عاد غيكي انخلقت، صافي 5 ولا 6 ملايير سنه، الارض كانت عباره عن كريه تاع نار كانت لهبه بالنار والبراكين كل بلاصه في كل مكان. البراكين كانوا يخرجوا واحد المواد اللي كانوا كاينين داخل في الكره الارضيه. وش كاين؟ كاين النار. تشاولا النار دائما يجي معاها الدخان والبخار. لك تعرف باللي كانت تخرج في المواد والمواد كيميائيه كيما باغ اكزومبل NaCl اللي هو الملح، واللي كان فوق سطح الارض. ولا تعرف باللي الملح كان فوق سطح الارض قبل البحر، ثم قبل ما يجي البحر ديجا الملح كان فوق الارض. من موراها من كثريات الدخان والبخار طلع في السماء حتى تراكم 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 حتى جا النهار وين النو بدات تصب. وشعال صبت 150 مليون سنه وهي النو تصب حتى الكره الارضيه ولات بوريطه تاع بحر. كاش ارض ما كاش ارض دونك فوالا. صافي بليزير، معلومه شابه بزاف. الله يسلمك. وعلى هذه غادي ندوبلي لك، ما عرفتش تروح نعطيك سي بوان. لا معليش زيدها لا 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 زيدها لا. انا خسرت خويا، معلومه شابه معليش زيد دير سي بوان زياده. سمعك تقول لي بلي انا ربحت؟ لا ما راكم ما تربحش زعما. شحال اي بغيت نزيدك سي بوان شو نطلع لك لي بوان صح. شحال لا باسكورك بعيد حبيبي. انا هاكا مانيش داير هادو ثلاثه ثم كاع هاكا ما نربح سي بوان. المهم زيد سي بوان الميلود في السكور. ردها 9. لا 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 اما عمت دوالا خوتي، رانا وصلنا لافات على فيديو هادي. جيسبر تكون عجبتكم، جيسبر تكونوا فوتوا وقت شباب. الحلقه تاع اليوم تبان لي فات فيها بزاف ضحكنا مع مو انا ما ضحكتو اليوم. هذه هي خوتي، ومن انا اللي ربحت غادي نقول لكم الحلقه. لا 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 من انا اللي ربحت غادي نخلي قاده هو يختار اختار اختار في بلاصتي. حلقه تاع غدوه غادي تكون على التكنولوجيا، التلفزيونات، التليفونات، انترنت، البي سي، انترنت، كلشي. ما بقى علينا غير نقول لكم صحة سحوركم يا حبابنا وخوتنا اللي نموتوا عليكم. تهلوا في روحتيكم، تهلوا في روحكم، تهلوا في العائلة تاعكم، في والديكم، في خوتكم. بون ما غاديش نعدهم بالواحد، المهم سحروا غاية عمروها معقودة باش غدوة ما تجوعوش. تلاقوا خوتي غدوة إن شاء الله، هيا تبقوا على خير. هذا البرنامج قدم لكم من طرف الماتر كوزيني. الماتر كوزيني يعطي الذوق لأطباقكم.